هنا وفي مدينة غازي عنتاب التركية اجتمع قرابة 80 محاميا سوريا مدة 3 أيام تم خلالها تأسيس نقابة لمحامي سوريا الأحرار لتجميع القوى من الأخوة المحامين لكي نصل إلى جسم يستطيع أن يعرض الكثير من القضايا في الثورة وفي كثير من المحافل بالشكل المناسب. حيث بدأ المؤتمر باختيار أكبر المحامين سنا لإدارة الجلسة ليتم بعدها الاختلاف والتشاور حول طبيعة المؤتمر، هل هو مؤتمر تشاوري أو تأسيسي، حيث حسم الأمر بنتيجة التصويت لاعتباره تأسيسيا. تحويل المؤتمر إلى هيئة تأسيسية منتخبة وفق هذه الآلية، نفس الآلية، حتى يمكن الخروج من إشكال التمثيل مع العيد اللي طرحناه كلامنا لينتقل بعدها المحامون إلى وضع لائحة تنظيمية والتي اعتبرت جميع المحامين الحاضرين أعضاء في الهيئة العامة، كما وضحت صلاحيات الأمانة العامة والقواعد التي سيتم العمل عليها وشروط الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة ومدد ولايتهم ليعود المحامون مجددا وبطريق الانتخاب لاختيار نقيب للمحامين ونائب له وأمين للسر. شكرا زملاء. نائب الرئيس محمود الهادي الأستاذ فلي تفضل، وأمانة السر الأستاذ محمود خضير يتفضل. كما دعا محامو سوريا الأحرار زملائهم المؤيدين لمواقف النظام إلى الانشقاق عنه والالتحاق بركب نقابتهم الحرة، مؤكدين رغم اختلاف المواقف على زمالتهم لهم. نعتبرهم من حيث المهنة زملاء، ولكن أدعوهم وأطلب منهم أن ينضموا إلى نقابة المحامين الحرة. أما بالنسبة لأموال نقابتهم المنهوبة من قبل النظام، فقد أكد أعضاء مجلس النقابة نيتهم في استعادة تلك الأموال وتفعيل مكاتبهم التي شكلوها لأجل محاسبة النظام السوري في المحافل الدولية عن كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري، وأن دماء شهدائهم لن تذهب سدى. تم تشكيل وتأسيس مكتبين ضمن مجلس النقابة، مكتب للتوثيق الجنائي ومكتب قانوني وللدراسات القانونية. ستقوم هذه المكاتب بأداء عملها بحيث تتم توثيق جرائم النظام بشكل مقبول أمام المحاكم الدولية وحسب القواعد المنصوص عنها، ومن ثم سيقوم المكتب القانوني ومكتب الدراسات بتحضير الدراسات اللازمة حول إمكانية أو عدم إمكانية الولوج إلى القضاء الدولي. وانتهى المؤتمر باعتبار تلك النقابة المؤسسة بديلا عن النقابة الرازحة تحت سلطان النظام، وأن جدول أعمالهم القادم أولا راح نتواصل مع الحكومة المؤقتة مع القيادة السياسية للإئتلاف، شيء ثاني راح نتواصل مع نقابة محامي العرب، نبحث في مركز نقابة المحامين السوريين في نقابة المحامين العرب، ونأخذ الشاغل إن شاء الله بدل نقابة النظام. في هذا المكان من مدينة غازي عنتاب التركية تم تأسيس أول نقابة مركزية لمحامو سوريا الأحرار لتكون بديلا عن نقابتهم المسلوبة من قبل النظام السوري، لتسجل تلك التجربة مثالا للديمقراطية وتؤكد قدرة فرسان الحق على مأسسة العمل القانوني رغم غطرسة النظام السوري. ماجد خطيب، قناة حلب اليوم.